من فعاليات المؤتمر المصري الافريقي النهارده شرفنا الفنان رضا. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك يا فندم. حابين نعرف سبب مشاركه حضرتك في المؤتمر النهارده. النهارده انا مع الوفد الاعلامي للمؤتمر اللي بيساند مؤتمر المصري الافريقي لرجال الاعمال، وان شاء الله باذن الله في بيقدم فرص عمل كتيره، واحنا بندعم فيها لانه برضه باذن الله هيبقى في دعايه واعلام لكل المشاريع اللي هتتعمل جديد. شرفتنا النهارده في المؤتمر. اتشرف بيك يا فندم. اتشرفت النهارده بقدس ابونا، منورنا النهارده في المؤتمر. اهلا وسهلا بيك. القصه انطون معين، راعي كنيسه ودير الامير تدرس المشرقي بقريه دير ريفه جبل اسيوط. المكان بيبعد عن مدينه اسيوط ب 10 كيلو جنوب غرب مدينه اسيوط. حابين نعرف سبب مشاركه قدسك النهارده في المؤتمر. أنا متواجد في المؤتمر بدعوة من الدكتور مينا يوحنا، اللي هو يعني مسؤول منظمة الضمير العالمي لحقوق الإنسان، وأنا بنتمي ليهم وموجود بمثل برضو المنظمة في أسيوط، في منسق عام محافظة أسيوط للمنظمة. وطبعا أنا كراعي كنيسة وراعي مكان بدعم موضوع ان احنا نوجد كده فرص عمل للشباب، وانا شايف المؤتمر بيدعو ان احنا في ظل الظروف اللي احنا بنمر بيها وخاصه بعد جائحه كورونا اللي كانت موجوده، ان كان طبعا توفير فرص عمل من اماكن كتيره خالص، شركات كتير طرحت فرص عمل كتيره خالص، وده بيفعل اللي هو اندماج الشباب ان هم يتجهوا للقطاع الخاص عشان ممكن يجدوا وظائف ليهم. وانا برضو بالصفه الدينيه ان انا بمثل كنيسه ودير، وشايف ان الدير ده ان هو من ضمن الأديرة اللي الناس كتير ما تعرفش عنها، هو دير أثري موجود في جبل أسيوط، وهو قريب خالص من أقرب مكان لمسار العلا المقدسة اللي هو دير العدرا درونكا. وفي ظل أن الدولة تهتم بمسار العلا المقدسة، باجي طبعا من خلال المؤتمر زي ده نشوف ناس كتيرة من كل أطياف المجتمع من الشخصيات العامة، إن احنا نعرفهم بالمكان ونعرفهم بالدير الأثري عشان الناس تيجي تشوف المكان اللي الناس كتير خالص ما تعرفش عن المكان ده. هو والمكان اسمه دير الأمير تدرس في أسيوط، بمدينة يعني جنوب غرب مدينة أسيوط ب10 كيلو. الثمار اللي قدسك خرجت بيه من المؤتمر؟ أهم حاجة خرجنا من المؤتمر أنا شايف شركات كتيرة دعت وقدمت، اللي فيه يعني اللي قدم اللي عنده ممكن أكثر من 250 فرصة عمل وغيره وغيره، شركات كتيرة خالص أعلنت إنهم في احتياج شديد للشباب وفرص موجودة، بس أهم حاجة إن احنا نهتم ونلب كده يعني ونقدم ونبقى شباب إيجابي ونشارك بفعالية إن احنا نقدم كده بالسيفيهات بتاعتنا ونشتغل من خلال الفرص اللي قدمتها الشركات الكثيره خالص. شرفتنا وتسابونا ونورتنا النهارده في المؤتمر. ليك شكرا لكم خالص. دكتور احمد رفاعي المحامي. اهلا وسهلا. المؤسسه المصريه لنقل وتوريد المواد البتروليه. اهلا وسهلا بحضرتك. حابين نعرف سبب مشاركه حضرتك في المؤتمر النهارده يا فندم. هو المؤتمر النهارده جاي علشان دعم المشروعات الصغيره وتوظيف الشباب بمظله السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ومؤتمر منظمة الضمير العالمي لحقوق الإنسان بقيادة الدكتور مينا يوحنا. أهلا وسهلا بحضرتك. توقعات حضرتك النهاردة إيه من المؤتمر يا فندم؟ المؤتمر النهاردة إحنا ربنا يقدرنا نكون عند حسن ظن المنظمين إن إحنا نعمل فعلا عمل جدي لتوظيف الشباب، وخصوصا منهم ذوي القدرات الخاصه، ده مشروع مؤسستنا تحديدا، والمرأة حاطين لكل جزء منهم 7% من الوظائف اللي احنا بنوفرها، وان شاء الله باذن الله بهذه الوتيره ممكن المؤتمر ينجح ويوصل رسالته اللي هي العمل على توظيف الشباب ودعم المشروعات الصغيره. حابب المؤتمر يتكرر مره ثانيه؟ يا ريت تكون في مؤتمر من ده اكثر من مره في السنه، ما يبقاش مرة في السنة أو مرة في السيزون مثلا كل 5 سنوات ولا حاجة، يا ريت يبقى أكتر مرة في السنة. بالوضع ده ممكن نوفر 1,000,000 فرصة عمل في السنة. بالنجاح والتوفيق حضرتك. اتشرفت بحضرتك. شكرا يا فندم.
محمد الملاح مدير مكتب المستشار خالد حمود المارب ومدير أعماله. حضرتك هنا جاي تحضر المؤتمر وتشارك المؤتمر، ايه وجهة حضرتك من انك تحضر المؤتمر او انك انت مين الداعي لحضرتك؟ حضرتك الدكتور مينا هو رئيس المنظمة، هو اللي داعي حضرتي. انا والمستشار خالد فجينا هنا المؤتمر علشان نشوف الاوضاع بتاعت المؤتمر، بصراحة يعني المؤتمر فعال جدا. يعني وجهة حضرتك لتوقعاتك لحضور المؤتمر؟ إنه يكون إن هو الدكتور مينا يعني ومنظمة الضمير العالمي، بصراحة منظمة عالمية جدا، وإن هي بتوفر فرص عمل للشباب فعلا يعني على أعلى مستوى. يعني إن شاء الله خير. دايما مستشار، إحنا مكتب مستشار فيه مقولة بنقولها إن مصر دايما حلوة. إن شاء الله تحيا مصر، إن شاء الله واللي جاي أحلى إن شاء الله. متشرف بحضرتك. هاني نوح مدير العلاقات العامة بمنظمة الضمير العالمي. اهلا بحضرتك. إيه حابين نعرف اسباب مشاركه حضرتك النهارده في المؤتمر؟ احنا كلنا جايين النهارده عشان هدفنا واحد بس، اللي احنا نساعد الدوله في القضاء على البطاله. احنا جايين بنساعد احنا والشركات اللي موجوده، حصل بيننا وبين بعض دي، اللي احنا نوفر فرص عمل للشباب. والحمد لله احنا اعتقد على ارض الواقع قدرنا ان احنا النهارده نتفق مع 19 شركه، وهم جايين النهارده عشان ينفذوا اللي وعدوا بيه ان شاء الله، وهيكون في فرص عمل وهنساعد الدوله اكيد. طب ايه الثمار اللي حضرتك متوقع ان نجنيها من المؤتمر المصري الافريقي الخمسين؟ باللي انا شايفه النهارده ده كده، والشركات وروحهم الكبيره والعدد برضو اللي انا قريته من الشركات اللي بتقدر، اللي احنا هنقدر نوفر فرص عمل كتير تتعدى، اعتقد بالعدد كده تتعدى 2000 وظيفه. فطبعا دي اعتقد اللي ده يعتبر نجاح، ومع الوقت في الحاجات اللي جايه ان شاء الله يبقى المؤتمر 51 والمؤتمر 52 و53 هنوصل لاكتر من كده ان شاء الله. تشرفنا بحضرتك. شكرا. عمرو حماد رئيس لجنه فض المنازعات بحلوان. اهلا بحضرتك يا فندم، نورتنا. اول مره تشارك في المؤتمر على مدار الخمسين؟ الحقيقه دي اول مشاركه ليا في مؤتمر المصري الافريقي الخمسين، وده شرف ليا يا فندم. شرف لينا احنا ان شاء الله. انت شايف ان المؤتمر ده هيحقق ايه للشباب؟ والله انا شايف استجابه من شركات القطاع الخاص، واحنا بنحاول من خلال المؤتمر ان احنا نوجد فرص عمل للشباب، وشايف في استجابة جميلة جدا من شركات القطاع الخاص، وإن شاء الله نقدر نحقق حاجة للشباب بإذن الله من خلال منظمة الضمير العالمي لحقوق الإنسان. وبإذن الله، إيه الرسالة اللي أنت بتقدمها للشباب عشان فيما بعد يبقوا حاجة أو يسعوا ويكونوا حققوا حلم من طموحاتهم؟ إحنا رسالتنا الأساسية نشر ثقافة السلام والمحبة والتعايش، دي الرسالة الأساسية. ومن خلال المؤتمر دوت بندعو للشباب إن إحنا نتكاتف جميعا لدعم مؤسسات الدولة، وإن شاء الله بإذن الله نقدر نوفر فرص عمل للشباب في جنوب القاهرة وحلوان، وإن شاء الله من خلال المؤتمر، وعشان استجابة جميلة جدا من شركات القطاع الخاص بإذن الله. إيه رأيك في تنظيم المؤتمر؟ بصراحة تنظيم المؤتمر أكتر من رائع، في تنظيم جميل جدا، في حاجة لمسينها جميلة من الحضور، لمسين من شركات القطاع الخاص المساهمة، خوفهم على البلد، على شباب البلد، إيجاد فرص عمل للشباب، وده الهدف الاساسي لينا، ان احنا المحور الاساسي هو الشباب. باذن الله هتنورنا تاني المعامل المقبل للمؤتمر ان شاء الله. باذن الله لو كان في العمر بقيه ان شاء الله يبقى شرف ليا احضر جميع المؤتمرات. الشرف ليا يا فندم، نورتنا وميرسي جدا. محمد خيري مدير شركة مكتب الخيري. أهلا بيك. حابين نعرف أسباب مشاركتك النهاردة في المؤتمر. في حب مصر، في حب مصر، والحمد لله إن شاء الله هنودع فرص عمل 250 فرد في الشركة بتاعتنا إن شاء الله. طب إحنا على وشك انتهاء الساعات الأخيرة من المؤتمر المصري الأفريقي الخمسين، إيه الثمار اللي طلعت بيها من المؤتمر؟ يا فندم؟ إيه الثمار اللي حضرتك طلعت بيها من المؤتمر أو النتائج؟ والله الثمار اللي أنا طلعت بيها خير إن شاء الله، وربنا يتمم على خير بإذن الله. شري فهيم أنيس، أنا مترجم عام لغة إنجليزية وإيطالية، وكمان أنا عضوة في المنظمة، منسق إعلامي في المنظمة فرع القاهرة. بس الاستفادة من المؤتمر بتاع منظمة الضمير العالمي لحقوق الإنسان؟ المنظمة أصلا لها هدف أسمى،
ان هي بتوظف عدد كبير من الشباب. المنظمة بتسعى ان هي تدعم الشباب. طبعا الدولة لوحدها والمنظمات الادارية التانية جنب الدولة مش هتسعى معانا، بس احنا لازم، احنا اللي نسعى، لازم احنا اللي نضم صوتنا لصوتها ونوفر فرص عمل كتير، لان في جائحة كورونا، ناس كتير قوي وقفت بسببها، ناس كتير قوي عطلت، شباب كتير قوي عندهم قدرات محتاجين ان هم فرصة يدعموا القدرة دي بفرصة عمل. شكرا لحضرتك. اهلا يا استاذ رضا، عامل ايه؟ الحمد لله، اتشرفت بيكم واهلا بيكم قناة الصحة والبلد. طب بما انك منورنا في مشروع دعم الشباب، ممكن تقول كلمة للشباب كده على خفيف؟ شبابنا قوموا، واللي ما بيشتغلش يدور على شغل، وان شاء الله الاشغال موجودة، والاستثمار الجديد ان شاء الله هيبقى مليان فرص عمل كتيرة لكم، وانتوا بس ابحثوا وما تيأسوش ودوروا على حياتكم اللي جاية مش دلوقتي يعني. اسمي خالد أحمد منيب، ابن الفنان الراحل أحمد منيب. أنا شاعر وملحن وعندي فرقتي اسمها منيب باند. أحلى تحية لوالدك وأحلى تحية لحضرتك. إيه أسباب مشاركتك في المؤتمر؟ بصي، الحاجات اللي بتتعمل النهاردة في الدولة والمؤتمرات اللي بتتعمل اللي بتساعد على التنمية وبتساعد على إنهاء البطالة في مصر وبتساعد على تطوير المشروعات القومية اللي بتحصل، ده شيء جميل قوي في البلد، إن إحنا بنشوف الحاجات دي بتبقى ملموسة بعينينا وشايفينها. ده كتير، لأن في ناس بتتشكك كتير في الإيه، في حاجات ما بتتعملش. لا، إحنا النهاردة من خلال المهرجانات دي بنقول وبيحصل، ودي حاجات بتبقى يعني أنت عندك طرق وكباري وعندك مشاريع كبيرة جدا جدا بتحصل، فده بيبين ان في المستقبل في حاجه حلوه. يمكن زمان احنا كنا بنسمع يقول لك بكره احلى، لا احنا فعلا كجيل اولياء امور وعندنا الاسر بتاعتنا بنقول فعلا ان بكره احلى. بكره احلى ليه؟ لان احنا بقينا نشوف فعلا الحاجات اللي بنتمناها لاولادنا. وطبعا احنا بنستفاد من خبراتكم قبل اي حاجه. ربنا خليكي، ده فعلا. واحنا يعني انا عن نفسي مبسوط جدا باللي الدوله بتعمله في الوقت الحالي، ان انا شايف ان هو مستقبل لاولادي، شايف ان المستقبل لاولادي هيكون حلو من خلال التعليم، في خلال كل حاجه انا ممكن اتخيلها لاولادي تكون حلوه. انا شايف مصر بتعملها النهارده، يمكن في ناس بتختلف على ده، بس انا بقول ان احنا فعلا مصر في طريقها من خلال سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي، ان فعلا مصر رايحه، مصر بتتغير للاحلى. الناس لابد انها تشوف ده وتعرف ده كويس جدا. احنا النهارده بنعمل مصر جديده، كل محافظه بقى في مقابل ليها. الاسماعيليه بقى في اسماعيليه جديده، دمياط بقى في دمياط جديده، بورسعيد بقى في بورسعيد. الرؤى السكانيه توسعت كتير قوي، المشروعات اللي احنا كنا بنتمنى انها تتعمل بقت بتتعمل، المشروعات القوميه دي حاجه يمكن الاعلام النهارده بيتكلم عليها، واحنا بدورنا كفنانين لازم نتكلم عليها، لان احنا شايفين ده فعلا حقيقه، شايفينه بشكل ملموس جدا. يعني انا بتمنى ان ربنا يمد في عمري واشوف فعلا الحاجات دي كلها. عمري كله ليك. طب ايه الفرص اللي بتقدمها للشباب؟ انا بالنسبه للفرص اللي انا كخالد منيب، يعني انا بقدم رساله، هي رساله فنيه بحته، بتتكلم عن الأغنية المصرية الأصيلة، الأغنية اللي بتكون رسائل فنية، ما بتبقاش مجرد كلمات وحروف اتجمعت وبقت أغنية. لا، أنا بتكلم عن أغنية، بقدم أغنية من شعراء عظماء كبير جدا زي عبد الرحيم منصور، زي فؤاد حداد، زي صلاح جاهين، زي أبنودي، زي مجدي نجيب، الناس اللي كانت بتتغزل في حب مصر وكانت بتعمل أغاني. احنا بدورنا بقدم ده للأجيال، اني بقول لهم ان الأغنية المصرية عايشة، الأغنية المصرية موجودة، ان الثقافة المصرية غنية جدا، ان كل فترة زمنية بيبقى فيها حاجات بتطلع يعني زي المهرجانات، بس بقولك ان اللي جاي حلو، الأغاني اللي جاية يعني احنا مدرستنا بتقول ان مدرسة احمد منيب. انا بقدم الأغنية اللي بتبقى رسالة لحضرتك، اللي ممكن لو في مشكلة واجهتك لو رحت سمعتيها
تلاقي الحل في الأغنية. هو الفن، الفن لابد ان هو يكون رسالة، ما يبقاش مجرد أغنية بتتغنى وخلاص. لو مجرد انها أغنية بتتغنى وخلاص بتنتهي في خلال سنة او اتنين بتنتهي، انما ما تلاقي اعمال بتبقى لمدة 50 و60 سنة فهي دي فعلا. بالضبط زي اغاني ام كلثوم اللي ما زالت لحد دلوقتي معانا، وعبد الحليم من زمن الفن القديم، بعكس فعلا ان عندك المهرجانات بتنزل ترند لمدة قصيرة جدا بعد كده بتتنسي خالص. فبجد الفن روعة جدا من خلالكم جدا جدا يعني. ربنا خليك. لا انا بحب اقول تملي، مش هقول ام كلثوم، اقول عبد الحليم، اقول برضو ان النهاردة احنا في الزمن الحاضر، اقول لك محمد منير، اقول لك عمرو دياب، اقول لك، لان الناس دي النهاردة بقى لها 30 سنة. لا ربنا خليكي. فما معنى يكون فنان بيستمر لمدة 30 سنة، فنه بيستمر لمدة 30 سنة أثناء حضوره، فده قيمة. ما تبقاش مجرد احنا ما نتكلمش عن القديم، القديم خلاص يعني أم كلثوم وعبد الوهاب وعبد الحليم كل الناس دي عايشة، إنما النهاردة برضو عشان احنا بنقول مصر ولادة، فلو ذكرنا القديم ده ونسينا الجديد اللي عايش معانا يبقى مصر مش هتبقى ولادة. لا احنا بنقول ان مصر ولادة بقى فيها محمد منير، فيها ناس بتقول فن بشكل كويس جدا. مش هنبص للمهرجان بتاعت اليومين دول، المهرجان ده ولا اي حاجة، هينتهي، لان زي ما حضرتك قلت كل يوم في ترند جديد. لا هي الاستمرارية، هو الفن استمرارية، لو ما فيش استمرارية في الفن فما فيش فن. ايه رايك في تنظيم المؤتمر بقى؟ بصراحه انا دي مش اول مره، دي تاني مره، وطبعا يعني انا سعيد جدا بوجودي النهارده وسعيد جدا باللي بشوفه، بشوف الشباب اللي بتحضر المهرجانات والشركات الكبيره اللي بتستثمر. ده شيء مهم جدا بلدنا، احنا ما عندناش انكم النهارده، فلابد ان احنا نستجذب المستثمرين من خلال المؤتمرات اللي احنا بنعملها ومن خلال البنيه الاساسيه اللي بتعملها الدوله. هي دي اللي هتجيب لنا الاستثمار كله وتخلي الدوله تعيش في رخاء وتبقى مصر فعلا غير. علاء اسامه بودي، اهلا بحضرتك يا فندم. اول مره تشارك في المؤتمر ولا شاركت على مدار ال50 عام؟ لا اول مره الصراحه. دورت المؤتمر كله، ايه الفرص اللي انت بتقدمها للشباب من خلال مشاركتك في المؤتمر؟ انا من خلال الشركتين عندي بودي جروب والبي اوتو، انا مقدم 100 فرصه عمل ماشي جادين لأوائل التخرج والعمال والفنيين. ايه رأيك في تنظيم المؤتمر؟ والله جميل جميل، بس يعني كان محتاج ان انا اشوف شباب زي في المؤتمر. بإذن الله ان شاء الله العام المقبل. بإذن الله تشرفت بحضرتك، ميرسي نورتنا. دكتورة منى أبو هشيمة، رئيس ملتقى المرأة العربية والأفريقية والمهجة، وجاية النهاردة بشارك في الملتقى وسعيدة قوي بوجودي معاكم ووجودي في الملتقى. أول مرة ألاقي مكان بيجمع المجتمع المدني وأصحاب الشركات وبيدور على الشباب، أين أنتم للعمل؟ مرسي ليكي جدا ونورتينا بجد، يعني مع انتي وجودك معانا نورنا جدا. عايزه اسالك بقى، انتي تدي رساله للشباب ايه؟ يعني تقولي لهم ايه؟ بقول للشباب ما تستنوش لما الوظائف تدور عليكم، الوظائف موجوده والشركات موجوده واصحاب الشركات مدين ايديهم لينا، وبنقول يلا تعالوا تقدموا واشتغلوا. وفي الاخر بنقول زي ما هو مكتوب، مصر بتجمعنا، بتجمعنا في الحب وفي الخير، الجيش بيحمي، الريس بيبني، وانتوا فين عشان تكملوا المسيرة لمصر الجديدة. ايه رأيك في تنظيم المؤتمر النهاردة؟ كان هايل بصراحة، جميل جدا جدا جدا. والدكتور مينا النهاردة عمل مجهود خرافي، انه جمع الشركات الخاصة، وبعدين اللي كان بيقول 100 بيقول له 100 فرصة عمل، يقول له لا 200، بيقول 2000 للأجر بيزود. بس انا كان ليه تعقيب صغير جدا ويمكن قلته في المؤتمر، أين أصحاب الهمم؟ أين متحدي الإعاقة من هذه الفرص؟ لأن هم شركاء عمل بالنسبة لي، أنا بعتبرهم كده في الملتقى بتاعي، نص الملتقى متحدي إعاقة، فأين متحدي الإعاقة من هذا الجمع الجميل؟
بصي باذن الله بقى ده الدور عليكي انت، نيجي كده ان شاء الله نتشرف في المؤتمر بتاع حضرتك باذن الله للدعم ده. قريبا وانا بدعيكم من دلوقتي اهو، احنا يوم 15/10 عاملين لمتحدي الاعاقه على مستوى 27 محافظه مسابقه القران الكريم، ونتمنى كلكم تبقوا موجودين. وشهر 10 ده اسمه شهر الانتصارات، وان شاء الله هننتصر على البطاله وننتصر على الحجب ما بين متحدي الاعاقه والاسوياء. دكتورة نانسي حسام، مدرس بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا. أهلا بحضرتك يا فندم، اتشرفت بمعرفتك. أول مرة تشاركي في المؤتمر؟ قبل كده لا، شاركت في مؤتمرات كتيرة عن التنمية الاقتصادية، بس ده المؤتمر ده كان أقوى مؤتمر بصراحة حضرته، وكان من أحسن المؤتمرات اللي أنا اتشرفت بحضرها. في رسالة حابة تقدميها للشباب إن شاء الله والجيل القادم؟ بتمنى لهم التوفيق في حياتهم العلمية والعملية. طبعا أنا شفت في المؤتمر ده هنا توفير فرص عمل بالنسبة للشباب من الجنسين، ودي حاجة سعرتني جدا. برضو اللي اهتم الدكتور مينا يوحنا برضو بتحديد المرتبات الخاصة بكل واحد عايز يجي يشتغل، ودي حاجة برضو مميزة جدا، لأن الشباب طبعا محتاج إن هو دعم مادي ودعم معنوي ودعم نفسي، بحيث إن هو يقدر يعمل حاجة كويسة إن شاء الله لبلده بإذن. إن شاء الله. إيه رأيك في تنظيم المؤتمر؟ هايل هايل جدا، ومعمول بطريقة منظمة، والحضور كان راقي جدا، وبصراحة الناس اللي هم المشاركين في المؤتمر برضو كانوا على أعلى مستوى من أساتذة الجامعة ورجال الأعمال والمهندسين اللي ساهموا بتوفير فرص عمل لكل الشباب. بإذن الله هنشوفك السنة الجاية إن شاء الله. أكيد بإذن الله إن شاء الله. إن شاء الله. تعرفت بمعرفتك، اتشرفت بمعرفتك، وميرسي ليكي جدا. ميرسي يا حبيبة قلبي.